ذلك نحن يا ولا إله إنت بخير الله يحفظك تفضلوا السلام عليكم بغينا نعرفوا شنو هي الاجراءات والكيفيه التي تتم بها مراقبه هلال شهر رمضان المبارك لهذه السنه. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للسؤال ديالكم تتكلف بعمليه المراقبه واحد اللجنه مكونه من 7 افراد تتكون من قيمين دينيين وعدلين و مسؤوليه اداريه يعني مكلف بالاداره. العمليه كما تشوفوا معنا الان هي يتم عمليه المراقبه قبل بنصف ساعه من الاذان وبعد الاذان نصف ساعه اخرى من اجل التاكد والتثبت من رؤيه الهلال من عدمه. نحن لجنه المراقبه تبقى تراقب واحد النجمه او تسمى نجمه دليل لتدل على الهلال. نجمة تظهر أولا ثم نركز النظر فيها حتى يظهر لنا الهلال من عدمه. هناك في التقويم بالنسبة لعلماء التوقيت هناك عملية ما يسمى بالمكس. إذا لم يظهر الهلال نقوم بالمكس لمدة 63 دقيقة بعد الأذان من أجل التحري أكثر دقة من أجل تأكد من رؤية من عدمه. هذه تقريبا هي الطريقة اللي تقوم بها لجنة المراقبة الهلال انتظار ظهور الهلال من عدمه وإبلاغ الإدارة المعنية القواسية لوزارة الأوقاف بنتيجة المراقبة إن شاء الله. مرحبا. ولكن في الصيف كيفاش هذا الجديد احمر هذا كيتحول دابا كيتحول مع كيظلم كيفاش هو هذاك هذاك هو بعد تتبع النجمة التي تدل على الهلال بأسفل من النجمة بدأ ظهور ولادة الهلال لشهر رمضان الأبرك إن شاء الله تعالى في مركز المراقبة تابع المجلس الحسن الثاني. يعني تبت الرؤية شرعيا تبت. إذا يوم غادي إن شاء الله يكون واحد رمضان بحول الله تعالى بحول الله. ولكن طبيعة الحال ثبوت انا حاضر وسوف تلتئم جميع المراكز بنتائج ديال المراقبه ديالتها وتجتمع جميع المعطيات والمعلومات في اداره وزاره الاوقاف الالزاميه من اجل الاعلان بشكل رسمي عن ثبوت الهلال لشهر رمضان الابرك سنه 1444. حنا كنتبعوا سميتو على حساب ملي كتغرب الشمس كيبان الا كان الا تبت غادي يبان ما تبش ما كيبانش. المهم دابا تبت راه بان هذا هو المساله ديال النجمه. شنو الدور ديالها؟ لا هذاك لا ماشي غير حنا ديما هو كيتبع هذيك النجمه دائما كيكون معها كما كوكب الزهره ديما كيكون في الاتجاه ديالها دائما معها. هذا في هذه الحاله شنو يتم اخبار وزاره الاوقاف؟ غادي نخبروها نخبروا وزاره الاوقاف بان راه تبت عندنا حنا في المركز ديالنا حنا في انفو هذا هو اللي كاين. نعم باقي ربما المندوبات الاخرين غادي يتصلوا ان شاء الله.